يعني على توجيه من سيادة المستشار. نعم هو من كان فيها اللجنة؟ اللجنة فيها 3 أشخاص. نعم. رئيس واثنين عضوين، وهذا قرار أنا موجود معي. تشكل لجنة قضائية من فلان وفلان وفلان اللي هم الأعضاء اللجنة. تتولى اللجنة التحقيق والتصرف فيما يحيله إليه المكتب التنفيذي من قضايا طبقا للسلطات الممنوحة لها بموجب المادة 4 من هذا القرار. المادة الأخرى، يندب للعمل مع اللجنة القضائية من يقوم بالأعمال الإدارية والكتابية بعد تحليفه اليمين القانونية. تكون للجنة القضائية كافة السلطات المخولة للمدعي العام العسكري المنصوص عليها في قانون الإجراءات العسكرية المشار إليها في دباجة هذا القرار. وللجنة يعني تستعين بمن ترى الاستعانة به، ولها الحق أن هي تحيل القضايا أو الأشياء اللي وردت. ممكن دكتور قدام الكاميرا هيك بس هذا القرار؟ نعم هذا القرار. هذا القرار. هذا القرار، وهذا هو المستند اللي أنا وقعته. يعني كانت لجنة عامة لقضايا الدفاع، لأن كان عندنا قضايا كبيرة جدا محتاجة إلى رأي، محتاجة إلى معالجة، ومحتاجة إلى، هذا هو المستند الوحيد اللي أنا وقعته في هذا الأمر. نعم. وهذا هو دورنا إلى هذا الحد، نحن كمكتب تنفيذي وكعلي العساوي أن تشكيل هذه اللجنة وإحالة المستندات والتقارير إليها. المخرج يطلب أن احنا ممكن أن نبرز المستند عشان يدير عليه زوم بس بالكاميرا. تفضل يا أستاذ. إذن هذه اللجنة والإمضاء في الصفحة الأخرى. الإمضاء بتاعي هذه هي كانت لجنة. كم أمتى تاريخ هذا؟ هذا كان في 25/7. 25/7. كويس. اللي فهمت منك الآن دكتور، هذه اللجنة عشان بتعالج مجموعة من القضايا، لكن توقيتها جاء بعد موضوع الرادار وموضوع ملابسات اللي خاصة بالشهيد اللواء عبد الفتاح يونس. نعم، هو كان فيه يعني قضايا كثيرة في موضوع الدفاع، كان في قضايا التموين، كان في قضايا التسليح، كان في قضايا الذخيرة. نعم هي جت بعد هذا الأمر، ولكن هي ما كان موضوعها موضوع عبد الفتاح فقط، هي كان ضرورة يعني لعديد القضايا نحتاجوها لكافة الأمور اللي تتعلق بموضوع الدفاع. وطبعا أحلنا لها هذه التقارير، ومن هنا طبعا يبدأ اختصاص اللجنة وعملها اللي هو منفصل علينا نحن. هذه اللجنة طبعا أمرت بإحضار اللواء عبد الفتاح، كان موجود في جدابية. حضرتك يعني مريت على أسماء اللجنة دون أن تذكرها، هل هذا كان قصدا أم أن الموضوع لا يهم؟ لا، أنا نوفر الوقت يعني. نعم. كان هي برئاسة المستشار برئاسة مستشار جمعة الجازوي قاضي. نعم. واثنين آخرين معه من نفس الشيء من القضاء. نعم. كان رئيسها هو قاضي وهي لجنة قضائية، وتم إحالة الأوراق والمستندات إليها. وهذه اللجنة طبعا هي قامت بأمر الاستدعاء لعبد الفتاح يونس، ومشكلة من المكتب صحيح، ولكن مفصول الأمر، مفصول عامل مفصول. نعم عامل مفصول، وهي اللي شكلت حتى اللجنة اللي أحضرت عبد الفتاح من منطقة جدابية. وبالتالي هذا الخلط اللي صار، يعني نسمع في كلام كثير أن أنا اللي وقعت على أمر قبض، أنا اللي قمت بتحقيق. هذا الكلام كله غير دقيق، هذا غير دقيق. التباسات هذه كلها سوء. هنا انتهت علاقتك أنت بالقصة، هنا انتهى دورنا نحن كمكتب تنفيذي، وبدأ دور اللجنة القضائية في هذا الأمر. يعني هي من قامت بأمر الاستدعاء، وهي من شكلت لجنة هذا الاستدعاء، وكان الأمر بعلم أستاذ مصطفى وبعلمي. ولما طبعا أحضر عبد الفتاح لبنغازي وحدثت واقعة الاغتيال، طبعا هنا التفاصيل أنا ما عنديش لأن الأمر لا علاقة لي به، شكل المجلس الوطني لجنة للتحقيق إداري وجنائي. لجنة التحقيق الإداري أصدرت تقرير وذكرت في نتائج التحقيق متاعها، موجود معي، ذكرت في نتائج التحقيق متاعها في نتائج عمل اللجنة. نتائج أعمال اللجنة، وهنا نشير صراحة
هنا نشير بأن صراحة الإحالة للتحقق لا تنفي بالضرورة رغبة وعلم السيد رئيس المجلس الوطني الانتقالي بالتحقيق فيما سلف ذكره، ونستدل على ذلك باقتراحه لأسماء أعضاء لجنة التحقيق وبعلمه بصدور قرار تشكيل هذه اللجنة وعدم اعتراضه عليها. فالأمر كان بعلم رئيس المجلس وبموافقته، وهو اللي اختار هذه اللجنة. أنا لا نعرف رئيس اللجنة ولا هو يعرفني. بعض الأقوال اللي تقول أن هناك مؤامرة بين رئيس اللجنة وعلي العساوي، هذا كلام غير صحيح، فيه ظلم لي ولا ظلم لهذا الرجل، لا يعرفني ولا نعرفه ولا هو طلب أنه هو يكون في هذا الأمر، ولكن كان الاقتراح من رئيس المجلس بحكم معرفته برجال القضاء والناس، وأنا كان طلبنا منه أنك أنت أدرى بمن ممكن يتولى هذا الموضوع بشكل صحيح ودقيق ويحل لنا هذه الإشكاليات اللي موجودة في جانب الدفاع بالكامل. دكتور علي، يعني اتهمت بالهروب في حادثة الاغتيال، هل كانت يعني هناك اتهامات موجهة إلى الدكتور علي شخصيا بمجرد التوقيع على القبض، يعني مثلا مشارك في شيء؟ الهروب يعني من هروب من ليبيا، الخروج من ليبيا. نعم، أو هذا يقال أنه هو هروب. نعم، تردد قد تكون خرجت الأمر آخر. نعم، هذا كلام تردد أني هربت من ليبيا وغادرت، وهذا غير صحيح. لم أغادر ليبيا يوما واحدا، ولم أتوقف عن أداء مهامي، لأن مغادرة ليبيا في ذلك الوقت هي كارثة. أولا لا يصح أنك أنت تغادر في أزمة زي هذه، بل على العكس نحن كنا نتمنى اللي في الخارج يرجع. بعض الأعضاء المكتب التنفيذي أيضا اتصلوا حتى بمحمود جبريل أنه يرجع، لأنه في أزمة وفي سائرة إشكالية. وللأسف بعض أعضاء المكتب التنفيذي غادروا للخارج بعد الإشكالية مباشرة، اللي هم مقيمين في الخارج أصلا، ورجعوا بعد فترة بعد ما هدأت الأمور. طيب، إذا كان الدكتور علي لم يغادر ليبيا لكنك طيلة الفترة التزمت الصمت دكتور علي، نعم، حول هذه القضية، لماذا كان هذا الصمت؟ هل هي لضرورات التحقيقات حتى تأخذ مجالها؟ وهل تحددت الآن لأنك شعرت أن التحقيقات خلاص اكتملت؟ هو هذا طبعا بالنسبة لي أنا يعني نقدر نقول هذا كان أصعب امتحان في حياتي تعرضت له في هذا الأمر. أنا حقيقة يعني شفت بعض أقارب المرحوم في بداية الأزمة، وكان سؤالهم هذا السؤال، لماذا لم تتكلم في البداية؟ يعني قلت لهم أنا لن أتكلم، وحتى لو دفعت يعني حياتي ثمن لهذا الأمر، لأن كانت الحكاية فيها هيجان، وفيه قد يكون هناك أي تصرف طائش في هذه المرحلة، وكان في سوء فهم، وكان في أقاويل كثيرة زي ما ذكرت، يعني أننا قمت بالقبض، أننا قمت بكذا، أن فيه مؤامرة، أن فيه كذا. أنا كان هدفي هو الحفاظ على الثورة، وأنظر دائما إلى أرواح هؤلاء الشهداء، ولا أريد أن أتسبب في أي انتكاسة في هذه الثورة بكلامي، وكان بالإمكان الواحد يدافع عن نفسه على حساب الثورة وعلى حساب الوطن، ولكن آثرت الصمت وخذيت عهد على نفسي ويمين أني لن أتكلم حتى نطمئن على الثورة. وهذا لأول مرة يعني أتكلم بهذا الكلام بشكل علني وفي الإعلام، لم أتحدث في الإعلام إطلاقا. نعم، لأن الحمد لله الآن ليبيا تحررت، والقذافي قتل، وابنه اللي كان يقولوا أنه هو سيقوم باستعادة عرش أبيه والانتقام الآن في السجن.